بسم الله والحمد لله، وهبنا العقل نتدبر به علما ينفع الناس، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي ولي العهد، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا صاحب السمو، وأنت ترعى نيابة عن أخيك خادم الحرمين الشريفين حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها هذا العام. خير بداية لهذا الاحتفال آيات بينات من القرآن الكريم يرتلها الطالب مشاري ابن تركي بن جلوي آل سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الكلمة الآن لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد Crown Prince, نائب رئيس مجلس الوزراء، Deputy Premier Minister, وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، Your Royal Highnesses, the Princes, أصحاب الفضيلة والمعالي، Your Eminences and Excellencies, صاحبة المعالي، Your Excellencies, وزيرة الثقافة Minister of Culture, في جمهورية البرتغال، from Portugal, حضرات الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم وأهلا بكم. الرياض تحتضن هذا المساء الإبداع العلمي كما احتضنت بالأمس As it has earlier, الإبداع السياسي embrace political ingenuity, الذي قاده at the hands الملك الشجاع عبد الله بن عبد العزيز. King Abdullah bin Abdul Aziz. والإبداع هو مشروع هذه الأمة العربية الإسلامية إذا كان لها أن تتخلص من التخلف والتبعية، وإذا كان لها أن ترتقي إلى مستوى الرسالة التي حملها الله إياه. سيدي سمو الأمير Your Royal Highness وأمير السمو سلطان العلو Prince Sultan وعلو السلطان، أحيي فيك
أحيي فيك رعايتك للعلم وتكريمك للعلماء، وأكبر فيك تشجيعك لجائزة أخيك الذي أحبك. أيها الفائزون بالجائزة، أهنئكم بهذا الإنجاز العلمي، وأشكر لكم ما تقدمونه للبشرية وما تخدمون به الإنسانية. أيها الجمع المثقف، أرحب بعقولكم الحاضرة في أمسية العقول النادرة، والسلام عليكم. السلام عليكم. الآن يقدم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين الفائزين بهذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، عشاق العلم والفكر والأدب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأت البهجة بتسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها هذا العام، عندما تسلم الفائز بها في خدمة الإسلام رئيس جمهورية تتارستان منتمير شريف الله الشريف تلك الجائزة من يد خادم الحرمين الشريفين بحضور الرئيس بوتين وصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز ونخبة من الأمراء والأعيان، وذلك في مساء يوم الأحد 23 من شهر محرم عام 1428 هجرية. وقد رشح الرئيس شايلميف للجائزة مجلس شورى المفتين في روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة القصيم وأكاديمية العلوم في جمهورية تتارستان، ومنح إياها لخدماته الجليلة المتمثلة في جهوده لإحياء الثقافة الإسلامية في بلاده وتعريف مسلميها بمبادئ دينهم القيمة وتشييد أكثر من 1000 مسجد معظمها أعيد بناؤها بعد أن دمرت في عهود سابقة، وتشييد الكثير من المدارس والجمعيات الإسلامية وإنشاء الجامعة الإسلامية الروسية، ولسياسته الحكيمة التي جعلت من تتارستان مثالا للتعايش الاجتماعي السلمي ورمزا للتسامح، كما جعلتها تحقق نهضة اقتصادية وعمرانية واضحة المعالم. وفي هذا المساء تكتمل البهجة بتسليم الجائزة للفائزين بها في فروعها الدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، وإنما يتحقق هذا الاكتمال للبهجة برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز لهذا العرس الفكري، نائبا عن خادم الحرمين الشريفين
وبحضور هذا الجمع الكريم الذي لبى الدعوة إليه. أيها الحفل الكريم، قبل أن أتشرف بتقديم الفائزين بالجائزة، يسرني أن أقول لقائل الشعر: أنصار وأعوان، البعض إنس وبعض منهما جان، إن الهموه هما معسول قافية، وأطربت عاشق الإبداع ألحان، وكان ذلك لي فيما مضى فمضى كأنني لم أكن خلاً، ولا كانوا ما أتعب الشيخ غطى الثلج هامته فانفض من حوله صحب وخلان. لو في قرارة كأس العمر قد بقيت ثمالة لم تشا بالبوح وجدان، ورحت أشدو لعرس الفكر يشمله رعاية أريحي النفس سلطان. قد قلت من قبل عشر عبء وطأتها هدت به من بناء الجسم أركان، لي موطن لي موطن يتسامى عزة وعلا إن سابقت لبلوغ المجد أوطان، تاريخ لي موطن يتسامى عزة وعلا إن سابقت لبلوغ المجد أوطان، تاريخه سفر أعلام صحائفه على فضائل ما شادوه برهان، يفوح من سيرة الهادي وشرعته عطرا نسائمه عدلا وإحسان، أقامها دولة عزت بدعوتها ألا يذل لغير الله إنسان، أقامها دولة عزت بدعوتها ألا يذل لغير الله إنسان، والناس في ظلها الحامي سواسية لا شيء إلا التقى للفضل ميزان، وما اختفى لعظيم راشد علم إلا بدا من به الأعلام تزدان، وانشق من كبد الصحراء فارسها يحدو فتنقاد أبطال وفرسان، ويرفع الراية الخضراء موحدة فتستجيب ربا عطشا ووديان، وتنتشي طربا نجد معانقة للساحلين وتبدي الحب نجران، مرابع رحبات المسجدين لها تاج تتيه به فخرا وعنوان. وجنة من غراس الخير كم سعدت بفيضها الرغد، أجناس وألوان فيها لمن خدم الإسلام منزلة عليا ومن فاق في أبحاثه شان، وروعة الحفل تعبير ألوذ به إذ خانني في مجال القول تبيان. أيها الحفل الكريم، لقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، وموضوعها الدراسات التي عنيت بالعلوم البحتة أو التطبيقية عند المسلمين، البروفيسور رشدي حفني راشد المصري الفرنسي الجنسية. مدير البحث الممتاز في المركز القومي للبحث العلمي في باريس، وأستاذ شرف في جامعة طوكيو، وقد رشحته للجائزة جامعة باريس وجامعة القاهرة ومؤسسة آل البيت في عمان
ومجمع اللغة العربية في دمشق، والأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري الفائز السابق بالجائزة، ومنح إياها تقديرًا لجهوده العلمية في إبراز العلوم البحتة عند المسلمين في مجالي الرياضات والضوء من علم الفيزياء في مختلف مراحل الحضارة الإسلامية، بحثًا وتحقيقًا وتعليقًا وترجمة، فأنتج ما يربو على 60 كتابًا وأكثر من 100 مقالةٍ بحثية، وتميز إنتاجه بالأصالة والعمق والدقة. وفي طليعة إنتاجه كتاب تاريخ العلوم عند العرب بأجزائه 6، وكتاب الرياضات التحليلية بين القرنين 3 و5 الهجريين بمجلداته 4. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور رشدي راشد لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولاً أن أتوجه إليكم بالشكر العميق على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية التي شرفت بها، وشكري هذا هو إقرار بالفضل لمن أنشأ هذه الجائزة، ولمن يرعاها، ولمن يحكمها، وللمعاني المقصودة بها، فهي تعني تقديرًا لما أنجز، وهذا سلوى عما بُذل من جهد وعناء، وهي تعني الجزاء عن لحظات التردد والشك التي تلازم البحث، وهي تعني أيضًا التشجيع على مواصلة السير في الطريق الشاق الطويل. فلا زالت هناك أسئلة تنتظر الإجابة وميادين لم تطرق، فهذه الجائزة ليست للماضي فحسب، ولكن للمستقبل أيضاً. وإن كان هذا يعم كل الجوائز، فجائزة الدراسات الإسلامية هذا العام لها معنى خاص سأقف عليه لحظات. أيها الجمع الكريم، لقد كان العلم بعداً أساسياً من أبعاد المدينة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، كما كان أحد مكونات الحضارة الإسلامية في مساجدها ومشافيها ومراصدها ومعاملاتها، بل أزعم أنه لا يمكن فهم العديد من خصائص هذه الحضارة، أدبها ولغتها وفلسفتها وكلامها، دون العلم ودون الرياضيات. ومعرفة التراث العلمي في الحضارة الإسلامية الذي لم يدرس منه إلا النزر القليل ليس إحياءً لموتى ولا بعثًا لمن درس، ولكنه إحدى طرق عودة الروح وإحدى السبل لإحياء القيم العلمية والعقل العلمي من داخل الثقافة الإسلامية نفسها. فقد آن الأوان لهذا الغائب أن يعود، ولهذه الروح أن ترجع، ولن يقوم بهذا على الوجه اللائق إلا البلدان العربية والإسلامية. فتشجيع العلم والعلماء وإعلاء شأن القيم العلمية والعقلية والدفع بها لتكون قيم المجتمع بأسره
والحث على تقدم المعرفة الإنسانية في كل المجالات من سمات الدول المتحضرة وواجباتها في الماضي وفي زماننا هذا. وأذكركم بما قاله أحد كبار علماء الإنسانية أبو الريحان البيروني في القرن الحادي عشر، ويقول: من بين فضائل الملك خوارزم شاه تقريب أهل العلم والحكمة وإنزالهم أعلى المنازل والتوفر عليهم فوق الاستحقاق ورفعهم من الحضيض إلى عنان السماء. والمجتمعات الإسلامية اليوم تحتاج إلى العلم والقيم العلمية والعقلية، فهي تواجه تحديات جمة سيكون لها جل الأثر على المستقبل القريب. فالتقدم السريع الهائل للعلوم والتقنيات والاتساع المتزايد للفجوة بين تلك الدول التي تنتج العلوم وتلك التي لا تستطيع اللحاق بالرقم ستقرر مصير الأمم والثقافات واللغات. فتشجيع العلم فرض، وبناء ثقافة علمية في الدول الإسلامية فرض آخر، والبحث في التراث العلمي وسيلة لإقامة صرح هذه الثقافة العلمية. أيها الجمع الكريم، هذه بعض المعاني التي وجدتها في جائزة الملك فيصل العالمية، وخاصة في تلك المخصصة للدراسات الإسلامية. وأدعو الله أن تزداد مؤسسات البحث في هذا الحقل وفي غيره، ويزداد تشجيع البحث العلمي الجاد فيه. وأخيرا، أكرر شكري للمسؤولين في الجائزة على التقدير والضيافة، وعلى ثقتكم بنا وبثقافتنا العربية الإسلامية وعلى اهتمامكم بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أما جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب، وموضوعها الدراسات التي تناولت البلاغة العربية القديمة في موضوعاتها وأعلامها وكتبها، فقد فاز بها البروفيسور محمد عبد الله العمري المغربي الجنسية، والبروفيسور مصطفى عبد ناصر المصري الجنسية. والبروفيسور العمري أستاذ غير متفرغ في قسم اللغة العربية في جامعة محمد الخامس، وقد رشحته للجائزة تلك الجامعة وجامعة الملك سعود والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومنح إياها تقديراً لجهوده العلمية المتميزة في دراسة البلاغة العربية وما يتصل بمفهوم النص ودراسته ووظائف البلاغة والخطابة العربيتين قديماً وحديثاً، مفيداً من الدراسات اللغوية والأسلوبية المعاصرة. وقد استطاع بمعرفته العميقة بالتراث البلاغي العربي أن يقدم أنموذجاً جديداً لدراسة البلاغة العربية وفق منهج محكم وعرض دقيق. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور محمد العمري لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو والأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف كبير أن يكون اسم المرء ضمن قائمة نخبة العلماء الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية، وإني لأتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذه الجائزة القيمة التي استقطبت أدق الأبحاث وأفيدها للإنسانية في تخصصات حيوية متعددة، والتي تعد اعترافاً بجهد مبذول كما تحث الحاصلين عليها على مواصلة السير. وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر عن امتناني للجهات العلمية التي وجدت في جهدي ما يليق بالترشيح لهذه الجائزة، وأفتخر بتقديرها وثقتها. ومن فضائل هذه المناسبة أنها أتاحت لي فرصة صلة رحم المودة والتقدير في هذا البلد الكريم مع زملائي في قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود. هؤلاء الزملاء الذين شرفوني بالعمل إلى جانبهم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وغمروني بحب وتقدير يتضاءل أمامهما أي شكر وبعد. لقد كان اختيار البلاغة العربية في هذه الدورة اختياراً موفقاً بالنظر إلى الأحوال التي يعيشها العالم، وضمنه العالم العربي الإسلامي، ذلك أن البلاغة في معناها العام الذي يستوعب كل منتوجها القديم والحديث هي العلم الذي يتناول بعدين مهمين وضروريين للتمدن الإنساني، وهما الجمال والخير. هي العلم الذي يتناول جميع صيغ التعبير الفني من شعر وسرد وتصوير وما تركب منهما، وهي العلم الذي يتناول كل صور الحوار والإقناع في بعديهما التقني والأخلاقي. فالبلاغة مثل الطب، هي تعالج أمراض هو يعالج أمراض الجسم، وهي تعالج أمراض الخطاب، وكلاهما يحتاج إلى التزام خلقي حتى لا يحيد عن هدفه النبيل. وقد سبق للبلاغي العربي الحازم القرطاجني أن شبه البلاغة بالطب من زاوية احتياج كل من البلاغي والطبيب إلى تحصيل الكثير من العلوم المحيطة بالموضوع قبل التصدي للممارسة العملية. لقد كانت البلاغة العربية القديمة في عصور ازدهارها غنية بالملاحظات المفيدة والاجتهادات العميقة الصائبة، غير أنها عانت مثل البلاغة الغربية من عصور جمود تناول العلوم الداعمة لها، خاصة علوم اللغة والمنطق والفلسفة، فصارت تتقلص حتى لم يبق منها غير رسوم ومعالم دارسة من صور بديعية مفصولة عن الممارسة الخطابية، تلقن في المدارس والجامعات بتعارفها وأمثلتها القديمة، فساءت سمعتها، وامتدت العلوم المجاورة خاصة اللسانيات والمنطق والاستيميائيات لاحتلال أرضها. والكثير من الباحثين المدققين في هذه الميادين انتبهوا بطريقة عفوية إلى ما يبحثون عنه، إلى أن ما يبحثون عنه من أجل بناء نظرية الأدب ومنطق الحجاز موجود في علم قديم اسمه الريتورية أو البلاغة. ومن هنا أعاد البلاغيون في الغرب قراءة البلاغة الغربية منذ منتصف القرن الماضي، ووظفوها في بناء بلاغة عامة حديثة، فاحققوا بذلك نتائج جليلة. أما البلاغة العربية فقد ظلت غير جهود فردية معزولة ومحاربة أحياناً على حالها المذكور آنفاً، أي على هامش الحياة. هذا هو السياق الذي قادتني فيه الأقدار إلى محاولة إعادة قراءة البلاغة العربية
القديمة قراءة نقدية وتنظيم موضوعاتها وبيان وظائفها وإمكانيات تشغيلها في بناء بلاغة عربية حديثة متفاعلة مع النظرية العامة الكونية تأخذ وتعطي. والسلام عليكم ورحمة الله. أما البروفيسور مصطفى ناصف فأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة عين شمس، وقد رشحته هذه الجامعة للجائزة ومنح إياها تقديراً لما تميزت به دراساته البلاغية من قراءة جديدة تتسم بالشمول والتنوع والأصالة، مع ربط تلك الدراسات بالبيئات التي استمدت منها أصولها أو التي تداخلت معها تداخلاً وثيقاً، مما ينم عن معرفته العميقة بالتطور الذي أحاط بالبلاغة في العصر الحديث. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور مصطفى ناصف لاستلام الجائزة. أما الكلمة فسوف يلقيها نيابة عنه ابنه حمدي مصطفى ناصف، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتحدث إليكم في هذه المناسبة الجليلة التي ارتبطت منذ 3 عقود باسم الراحل العظيم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي ندين له بالكثير. لا شك أن الجائزة التي نجتمع حولها اليوم أرفع الجوائز قدراً وأعلاها شأناً، ذا عصيتها في العالم العربي والإسلامي بل في العالم أجمع. لقد تجاوزت جائزة الملك فيصل العالمية حدود الثقافة الأدبية واللغوية، وحلقت في آفاق علمية كان ولا يزال عالمنا العربي والإسلامي في حاجة ماسة لرعايتها. في جو من النزاهة والإخلاص ارتفعت راية الجائزة، وتقدم العلماء من كل صوب بأعمالهم يبتغون الاعتراف بما صنعوا، وتوالت أعياد كثيرة من الخصب والنماء. سعيد كل من ظفر بهذا الشرف العظيم. أحب أن أشيد على الخصوص بعلماء المملكة الذين أثروا الدراسات العربية في اللغة والأدب والنقد، وما قدموا من إنجازات رائعة نعترف لها بالفضل. وأتذكر هنا علاقتي الخاصة بالحياة الثقافية في المملكة. لقد جئت معلما بجامعة الملك سعود منذ ما يقرب من 50 عاما، وفي وقت متأخر إلى حد ما توثقت علاقتي بالنادي الأدبي بجدة الذي تولى طبع كتب غير قليلة لي،
وكان لي أيضا شرف الإسهام بعدد من المحاضرات. جائزة الملك فيصل إذن تتويج لهذه الحياة والعلاقات الممتدة، وقد شاء الله أن أنال هذه الجائزة الرفيعة التي جمعتني بصفوة علماء المشرق والمغرب. المملكة العربية السعودية الراعية الأولى لثقافة العرب والمسلمين تذود بكل جهد وإصرار عن الإسلام والعربية والعلم الحديث. إن رعاية اللغة والأدب لا تنفصل عن رعاية العلم. هذه الرسالة التي انتبهت إليها جائزة الملك فيصل العالمية، ليتنا جميعا نساندها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، أما جائزة الملك فيصل العالمية في الطب وموضوعها سرطان البروستاتا، ففاز بها البروفيسور فيرناند لابري الكندي الجنسية، والبروفيسور باتريك ووش الأمريكي الجنسية، والبروفيسور لابري رئيس قسم الغدد الصماء الجزيئي في جامعة لافال، واستشاري الأمراض الباطنة بمستشفاه التعليمي، وقد رشحته أكاديمية لانس الوطنية للجائزة، ومنح إياها تقديراً لإنجازاته الرائدة في علاج أورام البروستاتا بواسطة مضادات العناصر المحررة لهرمونات المناسل ومضادات هرمونات الذكورة، مما أدى إلى الاستغناء عن طرق العلاج الأخرى، كما قام باستحداث وسائل جديدة للتشخيص المبكر لسرطان البروستاتا ومعالجته قبل انتشاره. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور لابري لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمتي. Professor Labrie, would you please come forward to receive the prize and give your speech? صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، إنه لشرف لا مثيل له أن أتسلم جائزة الملك فيصل العالمية، والتي تعد نموذجا راسخا للعمل الخيري العربي والإسلامي، وهو شرف عظيم أيضا أن أنضم إلى كوكبة الفائزين المتميزين بالجائزة who have received this prize in the past and also the 2007 winners. وأن أقابل الفائزين بها. إن منحي لهذه الجائزة ليس شرفا لي فحسب، بل هو تقدير ومصدر إلهام للمئات من زملائي والمتعاونين معي عبر السنوات، ومن مصادر فخري أيضا أن اختياري لهذه الجائزة تشريف لجامعة لافال التي أعمل فيها ولمدينة كيبيك، وهي أقدم مدينة في أمريكا الشمالية والتي أقيم فيها. لقد كان هدفي منذ بدء دراستي في كلية كيبيك وكلية الطب في جامعة لافال، ومتابعة أبحاثي لما فوق الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، هو البحث عن معارف جديدة في الطب، وبخاصة
في فروع الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية وعلم البنى الوراثية وتطبيق تلك المعارف للتوصل إلى علاج أفضل للأمراض وبخاصة السرطان. وقد تركز اهتمامي على الجوانب الكمية والطب مما قادني إلى التخصص في علم الهرمونات وقياساتها الدقيقة، حيث يمكن إصلاح الخلل في بعض الهرمونات أو خفضها إذا زادت عن الحد. This King Faisal Prize in medicine is this opportunity to make this treatment known to a larger population. إن الهدف الرئيسي هو أن يعرف الناس عن هذا المرض. وعندما أتيت إلى المملكة منذ 12 عاما أردت أن يعرف العالم كيف يستخدم العلاج حتى في الحالات المتأخرة، والتعرف على سرطان البروستاتا في وقت مبكر. واليوم يمكنني أن أقول أن هناك فرصة في التخلص من هذا المرض. أكرر شكري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان ومؤسسة الملك فيصل الخيرية وجائزة على التكريم الراقي والكرم الفياض. إن هذه الجائزة سوف تكون حافزا لنا لتطوير المزيد من الطرق الفعالة لعلاج سرطان البروستاتا وأيضا سرطان الثدي المرتبط مثله بالنشاط الهرموني. وتطوير العلاج لهذه الأمراض السرطانية هو أملي في المستقبل. وشكرا لكم. أما البروفيسور وولش فأستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز، وقد رشحته للجائزة تلك الجامعة وجامعة أم القرى، ومنح إياها تقديرا لدوره الرائد في تطويل الاستئصال الجذري للبروستاتا دون المساس بالعصبات المسؤولة عن القدرة الجنسية والسيطرة على التبول لدى الذكور، مما ساهم في تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن انتشار المرض أو النزف الشديد. كما أجرى بحوثا مبتكرة حول الأصول الوراثية لأورام البروستاتا وسبل تشخيصها في مرحلة مبكرة. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور وولش لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بروفيسور وولش، would you please come forward to receive the prize. Your Royal Highness Prince Sultan, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، أقف أمامكم هذا المساء بكل تواضع وامتنان لأتسلم جائزة الملك فيصل العالمية في الطب لعام 2007 نيابة عن كل رجل أصيب بسرطان البروستاتا أو مات بسببه أو قد يعاني منه في المستقبل. فقد نذرت حياتي لتخفيف معاناة أولئك المرضى. لقد أصبح سرطان البروستاتا ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال في العالم، حيث يصيب سنويا نصف مليون شخص، مشكلا بذلك نحو 10% من كافة أنواع السرطان عند الرجال. وكان حوالي 7% فقط من مرضى سرطان البروستاتا الموضعي في الولايات المتحدة يوافقون على العلاج الجراحي لما يسببه لهم من أثار جانبية خطيرة كالنزف القاتل والعجز الجنسي الكامل.
إضافة إلى الصعوبة الشديدة في التحكم في البول. وفي محاولة لفهم أسباب تلك المضاعفات وإيجاد السبل الكفيلة بتلافيها، أجريت دراسات تشريحية متعمقة، وسرعان ما تبين لي أن مضاعفات الجراحة ناجمة عن قصور في معرفة الخصائص التشريحية للأنسجة المحيطة بالبروستاتا، وأنه من الممكن تلافيها من خلال تلك المعرفة. فالتحديد الدقيق لمواضع الأوردة الدموية المحيطة بالبروستاتا والمحافظة عليها أثناء الجراحة يساعد على السيطرة على النزف وإجراء جراحة أفضل لإزالة الورم. وبناء على تلك الاكتشافات التشريحية الهامة، تبلورت طريقة جراحية جديدة لإزالة البروستاتا تستخدم حاليا في جميع أنحاء العالم، كما انخفضت نسبة العجز في التحكم في البول إلى 2% فقط، وأمكننا المحافظة على القدرة الجنسية في 60-90% من المرضى التي تقل أعمارهم عن 65 عاما. ولما كانت تلك الجراحة معقدة ويتطلب تعلمها وقتا طويلا، وحيث أن العلاج الإشعاعي المتطور لا يتوفر كبديل لها في كثير من بلدان العالم، فقد قمت بإنتاج أقراص فيديو رقمية مدتها ساعتين لوصف الجراحة بالتفصيل، وقمت بتوزيعها مجانا على 50,000 طبيب من أطباء المسالك البولية في العالم. إن أهم تأثير لإزالة الجذرية للبروستاتا، فقد أجريت المجموعة الإسكندنافية لأبحاث سرطان البروستاتا دراسة دامت 8 سنوات لتقييم الجراحة الجذرية، وأثبتت أنها تقلل من احتمالات انتشار المرض في الجسم، وانخفض عدد الوفيات الناتجة عن سرطان البروستاتا بنسبة 25% في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير. بالإضافة إلى تقليل نسبة الوفيات بسرطان البروستاتا، فقد كان الاستخدام الواسع للجراحة الجذرية لآثار جانبية أخرى غير مباشرة، فقد وفرت عينات كثيرة من النسيج السرطاني للبحث العلمي لم تكن متوفرة من قبل. وقد شكلت تلك العينات مصدرا عظيما للبحوث الأساسية والإكلينيكية عن المرض ودراسة سماته الباثولوجية والبايوكيميائية. أكرر شكري لمؤسسة الملك فيصل لتكريمي على ما قمت به من دراسات آمل أن تساعد في علاج مرضى سرطان البروستاتا، وأتمنى أن أشهد اليوم الذي لا يصبح فيه سرطان البروستاتا واحدا من أكثر الأورام الخبيثة انتشارا في الرجال، ويشرفني أن أتقبل تقديركم لي. أيها الجمع الكريم، بقي فارس عملاق من هؤلاء الفرسان العمالقة، وهو البروفيسور ستودارت. وعن ستودارت لا تسأل، فيا لوليد دنبرا من عبقري، وابن حيان عميد الكيمياء، قدوة الباحث عبر الأعصر، هاله ما لاح من فطنته فحباه بالوسام الأكبر. جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم موضوعها هذا العام هو الكيمياء، وقد فاز بها البروفيسور السير جيمس ستودارت البريطاني الجنسية، أستاذ علوم النانو في جامعة كاليفورنيا، وقد رشحته تلك الجامعة للجائزة، ومنح إياها تقديرا لدوره الرائد في تطوير ميدان جديد في الكيمياء يعنى بعلم النانو، خصوصا في المجال الذاتي للجزيئات، حيث ابتدع طرقاً عالية الكفاءة لبناء مركبات جزيئية متشابكة ميكانيكياً
مما كان له أثر كبير في تغيير مفهوم الأنظمة الجزيئية لدى الكيميائيين، وفتح الباب أمام إمكانية الإفادة من تقانة النانو في تصنيع آلات جزيئية متناهية الصغر ومتعددة الاستخدامات. ويسرني الآن أن أدعو البروفيسور السير ستودارت لاستلام الجائزة ثم إلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. Your Royal Highness. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، لا تثير قوائم الفائزين السابقين بجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم الإعجاب فحسب، بل تبعث الرهبة في النفس. فلو قمت باستعراض أسماء الفائزين الذي تجلى إبداعهم في مجال الكيمياء لوجدت أسماء مثل زويل والسيد وكوتن ولومير ونيوري وزيباخ وشاركلس وهوثورن ونكانيشي، والذين شكلوا تاريخ الكيمياء خلال العقود القليلة الماضية وما زالوا يتربعون على عرشها. فيا له من شرف عظيم أن أنضم إلى تلك الكوكبة، وكم يسعدني أن أعبر عن عميق شكري للجنة التي اختارتني لجائزة العلوم كفائزا وحيدا بها في مجال العلوم لهذا العام. إن أسلوب عملي في الكيمياء باعتبارها العلم المركزي ظل دوما أبعد ما يكون عن النمط التقليدي، وقد يصفه البعض بأنه مناهض لكل معتقدات الكيمياء وهياكلها المعتادة، ولكنه هو الأسلوب الذي أحب عمله. سواء عملت بمفردي أو مع زملائي، حيث يساهم بطريقة فعالة في مواجهة التحديات الفكرية ومواكبة القيم الاجتماعية في هذا العصر. قبل أكثر من 1000 عام كان جابر بن حيان كيميائيا عربيا مرموقا، وكان يعرف بأبي الكيمياء، فهو أول من أدخل الطريقة التجريبية في ذلك العلم، وأول من اكتشف العديد من الطرق الكيميائية والتي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. وقد قال إن من أولى ضرورات الكيمياء إجراء الدراسات العلمية والتجارب، فالذي لا يفعل ذلك لن يتقن الكيمياء أبدا، ولا أملك إلا أن أتفق معه تماما. وباعتباري من أكثر تلاميذ ابن حيان حماسة ومثابرة طوال 35 عاما الماضية، ظللت أنحت المادة الأصل إلى مستوى حجمها الحتمي والذي يؤهلني لأكون كيميائيا، وهو مستوى حجم الجزيئات. وقد واجهتني تحديات هائلة، ولكنني لم أفقد المتعة في تصميم وتشييد مركبات جزئية ذات أشكال غير معروفة. ولقد كانت تلك المركبات العجيبة تحتوي إلى جانب الروابط الكيميائية التقليدية على رابطة ميكانيكية، فتمكنت من تشييد مواد تسمى كاتينيات، وتمكنت بالتعاون مع علماء آخرين من تحويل تلك المواد إلى ماكينات متناهية الصغر تشمل أنظمة لمعالجة المعلومات والمحركات الجزئية السمعية
وكان الهدف من تصميم تلك الماكينات والمفاتيح الدقيقة هو تحويل الجزيئات كليا أو جزئيا من الطور التشكيلي إلى الطور الوظيفي. وقد عملت حوالي ربع قرن قبل أن أقترب من تشييد حاسوب الجزئي. إن من وسائل التقدم العلمي تدريب العلماء الشبان على حمل شعلة الاكتشاف والابتكار العلمي إلى الأمام وإلى الأعلى حتى يتم تسليمها للجيل التالي. ولعل أهم مصدر للرضا في مسيرة حياتي هو أنني علمت ما يقرب من 300 من طلاب الدكتوراه وما فوق الدكتوراه، وكنت محظوظا للغاية بالفرصة التي سنحت لي لمتابعة بحوثي يوميا إلى جانب مجموعة من أذكى العقول وأمهر الأيدي لشباب تراوحت أعمارهم بين 18 و28. إنني أعرف أنهم يشاركوني الشكر لمؤسسة الملك فيصل التي وافقت على مستوى البحوث التي أجريتها وأجرتها مجموعة ستودارت وأهميتها. لدي شيء آخر أود إضافته. رغم أنه شخصي، فقدت زوجتي نورما في أوائل عام 2004 نتيجة إصابتها بسرطان الثدي، وقد ظلت تعاني من ذلك المرض الخبيث والبطيء حوالي 12 عاما من عام 92 إلى 2004، أي خمس عمرها. كانت تحمل الدكتوراه في الكيمياء، وكانت مريضة به ثلث حياتنا الزوجية، وكانت الأم الرؤوم لمجموعة ستودارت والفخورة ببنتيها فيونا وأليسون اللتين حصلتا أيضا على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة لندن ودرهام بالمملكة المتحدة. ونحن أسرة شديدة الترابط، إلا أن نشعر بما هو أكثر من مجرد مسحة حزن ونحن نتذكر مساهمتها العظيمة فيما حققته لنا وما حققته ابنتانا من نجاح لم تعش لتشاركنا فيه. إنها سهام القدر وقوسه، ولا بد من قبوله وتحمله. إن هذه الجائزة جائزة لها أيضا. أيها الحفل الكريم، إن الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية لا تقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعايته هذا الاحتفال نائبا عن خادم الحرمين الشريفين، وتشكر الحاضرين على تلبيتهم الدعوة، كما تشكر كل من تعاون معها في الترشيح والتحكيم والاختيار والترتيب لهذا الحفل، وتتقدم بالتهاني الخالص للفائزين آملة أن يمد الله العاملين في حقول الخير بالعون والرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.